في بيئة عمل مليئة بالتحديات على صعيد الأعمال الهندسية البحرية في السعودية، فإن شركة الخدمات البحرية المحدودة توفر حزمة واسعة من الحلول والخدمات الهندسية الملاحية. أنشئت الشركة في العام 1975 كجزء من مجموعة ذاكر البخاري، ويقع مقرنا الرئيس في جدة وفروع أخرى في مكة والدمام ورابغ وينبع وراس تنورة. وتغطي أعمالنا كافة الموانئ والمدن الرئيسية في المملكة. In 1985, Marine Services took the form of a limited liability company, and at the same time it expanded its activities to the industrial sector. Today the company employs more than 400 people, provides services such as port management, ship management, as well as engineering and consultancy services to many valued clients locally and internationally. وإدراكا منا لأهمية المهنية في العمل، فإن الشركة لا تتوانى في تقديم خدماتها الإدارية والحلول التقنية عبر إدارة الموارد بطريقة فعالة تضمن توفير الوقت والتكلفة. إن خدماتنا الفريدة من نوعها تشمل تقديم 5 أنواع من الخدمات والحلول. يقدم قسم إدارة الموانئ والمقاولات البحرية خدمات للحلول المتكاملة لأعمالكم وفقا لأعلى معايير الصرامة والدقة وإدارة المخاطر. ويختص قسم الشؤون البحرية لدينا بتقديم الخدمات الاستشارية التقنية والملاحية، خدمات المسح والتفتيش والمراقبة، الاختبارات البرية والبحرية الآمنة، خدمات الغوص للقطاعات التجارية، وإعداد تقارير وتنفيذ أعمال الصيانة. إن جميع خدماتنا معتمدة من قبل هيئات دولية متخصصة في الأمن والسلامة. ويضم تقسيم المشاريع الشركات الأجنبية كوكلاء للمنتجات الهندسية المتخصصة والخدمات المرتبطة بهم، بالإضافة إلى دورنا كمتعهدين لمشاريع الإنجاز المتكاملة الكهروميكانيكية والملاحية المحدودة. كما يضم القسم عقود التشغيل والصيانة القصيرة والطويلة الأجل كشركة أرامكو السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا وآخرون. يوفر لكم قسم هندسة الصيانة الأساليب المثالية في مجال الاستشارات الفنية والحلول الهندسية والتي تواكب أعلى المعايير الصناعية، لتمكننا من تنفيذ مشاريع الإنجاز الكاملة والحيوية والمتعلقة بالمشاريع الهندسية والمشتريات والبناء لعملائنا من الشركات والقطاعات الحكومية. يقدم قسم الكهرباء الميكانيكية والتكييف حزمة واسعة من الخبرات الفنية لتنفيذ نطاقات واسعة من الأعمال الكهروميكانيكية والتكييف. وتقدم أقسام الشركة خدمات تقنية متكاملة عبر ورش متخصصة ومزودة بأحدث التقنيات على مساحة أكثر من 20 ألف قدم مربع مغطى ونحو 60 ألف قدم مربع في مساحة عمل مفتوحة. إننا في الشركة ملتزمون بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة، وبما أننا حائزون على شهادة من منظمة السلامة الدولية، فإننا نسعى جاهدين للالتزام بتلك المعايير من خلال قيادة تكرس ذلك الالتزام، التطبيق الأمثل لنظم الإدارة، والالتزام الجدي باللوائح الداخلية. إن التزامنا تجاه مبادرات المسؤولية المجتمعية يظهر عبر جهودنا المتواصلة لتقديم خدمات التعليم التقني المعتمد وتدريب الجيل المقبل من المواطنين. From a humble beginning made some 40 years ago, we have come a long way due to commitment, integrity and hard work. All this would not have been possible without support of all the people who have worked here. They are the backbone of this organization and I thank them for their valuable contribution. على مدار السنوات ومن خلال النظرة الثاقبة لإدارة الشركة وخبرة موظفين الواسعة وتفانيهم في العمل، تواصل الشركة حصد المزيد من النجاح عبر قائمة طويلة ومتجددة من العملاء الكرام. إن شركة الخدمات البحرية المحدودة عضو في المنظمة الإقليمية للمحافظة على نظافة البحار. لطالما كانت الشركة تمثل الوجهة المثلى لمتطلبات عملكم الملاحية والصناعية. شركة الخدمات البحرية المحدودة، ابتكار نحو الاستدامة.